طيب، بعد أن قمنا بتحميل أندرويد ستوديو، هذا هو بحجم كما تشاهدون 710 ميجا أوكتي. سوف نقوم بتثبيت هذه النسخة. طيب، لتثبيت هذه النسخة أو أي نسخة أندرويد ستوديو، يجب أن تكون جهازك يمتلك ملف جي دي كي. أتي إلى محرك الهوبل، نكتب جي دي كي. طيب، يظهر لنا هذا الموقع الرسمي لأوراكل، جي دي كي اللي مشاهدون، جافا اس جي دي كي كيت 8 داونلود، هي آخر نسخة. حاول أن تحمل آخر نسخة وتبتلي الأسفل، جي دي كي يعني ديفلوبمون كيت، جافا ديفلوبمون كيت 8221. هناك عدد نسخ من نسخ لينكس بكل الأنواع، الماك والسولاريس والويندوز، 86 بايت وأربعة وستون. أنا أملك نظام تشغيل ويندوز 64 بايت. أنقر هنا. طيب، قم بالنقر أكسبت ثم أنقر هنا. أول 250 ميجا أوكتي سيبدأ التحميل. يقول لك عليك أن تدخل إلى أن تنشئ كونت. نقوم بفتح كونت أو مشاهدون، بدأ جدكي بالتحميل. ننتظر استكمال تحميل جدكي ونعود. لاحظوا يتم تحميل عمل جدكي. نقوم بتثبيت جدكي. لاحظوا، هذا هو جي دي كي، هذا هو أندرويد ستوديو النسخة 3.5، آخر نسخة الأندرويد. سنقوم بتحميله بتثبيته. نثبت أول ملف جي دي كي، أوراق جي دي كي، هذا الملف. بعد أن نقرأ به مرتين،
هذا ملف أو برنامج جافا جي دي كي، وسوف يفتح لنا برنامج أندرويد ستوديو. هذا هو برنامج أندرويد ستوديو. قبل أن نقوم بتثبيته علينا أن نقوم بتثبيت برنامج جافا جي دي كي. نقول نيكست. لماذا نقوم بجافا جي دي كي؟ لأنها مهمة ومهمة جدا في صنع أكواد أو في تشغيل أكواد جافا لأندرويد ستوديو. نقرأ كما تشاهدون يقول لك هل تقوم بتغيير المجلد؟ نقول له لا. سيبو يواصل تثبيت ملفات الجافا. سوف يقوم بتثبيت ملفات الجافا جافا جي دي كي جافا ديفلوبمون. تم تثبيت ملفات الجافا جي دي كي. نقرأ الخروج ثم نذهب إلى أندرويد ستوديو. يفتحنا بهذا الشكل. نقوم بتثبيت ملف أو برنامج أندرويد ستوديو بحجم 710 ميجا. نقوم نيكست. نقوم هنا أندرويد ستوديو أندرويد يوتي ديفيس. لاحظوا 2 جيجا مع أندرويد يوتي ديفيس الخاص به. نقوم فقط أندرويد ستوديو فقط. نقوم نيكست. هذا مجرد التثبيت. نقر نيكست ثم انستال. يتم تثبيت ملف الاندرويد ستوديو او برنامج اندرويد ستوديو. سوف نشرح كيف تقوم بتثبيت ملفات جي دي كي بالنسبة للأشخاص الذين يظهر عندهم مشاكل أثناء فتح أثناء عمل هذه المراحل وتثبيت الاندرويد برنامج اندرويد ستوديو. ثم لما يفتح يقوم بفتحه لا تظهر لهم الديزاين وما شابه ذلك. لماذا؟ لأن هذا يرجع إلى ملفات الاس دي كي لم تقوم بتحميلها كاملة. سوف نشرح كيف تقوم بتحميل ملفات الاس دي كي كاملة دون نقصان خطوة بخطوة. فقط تابعوا هذا الشرح إلى الآخر. وملفات الاس دي كي هي ملفات التي تمنح المكتبات لبرنامج اندرويد ستوديو. كل المكتبات من مكتبات الديزاين لمكتبات اكواد وما شابه ذلك يتم جلبها من الاس دي كي. اذا مجلد الاس دي كي هو مجلد مهم وقد يصل حجمه الى 20 أو 30 جيجا أوكتي يعني أثناء بعد التحميل بكل خصائصه وبكل ما يحتوي قد يصل إلى 20 جيجا أوكتي أو إلى 30 جيجا أوكتي على حسب حجم المكتبات وعلى حسب حجم الديفيس فيرتيال وعدد الديفيس فيرتيال.
طيب نقرأ next. ثم start Android Studio. ماذا يقول لنا؟ يقول لنا هل يمكن كونفيغوراسيو انستالاسيو فلاودر، يمكنك تحميل يعني كونفيغوراسيو السابقة من انستالاسيو فلاودر. دونت امبورت سيتينج، نقر اوكي. نقول له افتح لنا كما انت. لاحظوا اندرويد ستوديو النسخة 3.5 آخر نسخة من أندرويد. الواجهة الخاصة به كيف تظهر؟ تظهر بهذا الشكل. يقول لك تريد أن ترسل يعني statistics أو الإحصائيات إلى جوجل. don't send. طيب هذا هو الأندرويد ستوديو، يقوم بيفتح لنا بهذا الشكل. نقرأ next. تأتي لك هل تريد أن تقوم بفتح الأندرويد ستاندر أم كوستوم. نقول له ستاندر ثم أوكي. هنا تختار خلفية، إما أن تكون سوداء بهذا الشكل أو light أو داركولا أو light بهذا الشكل بيضاء. أنا أحب هذا الشكل للأندرويد ستوديو. نقرأ next. هنا يقول لك تحميل ملفات الـ SDK في هذا المجلد، يعني لاحظوا user android desired app data في ملف app data ثم local android ثم SDK بحجم كبير وكبير جدا، ملفات يعني كبيرة يجب أن تحملها. هي android emulator SDK build tool و SDK platform 29 آخر platform Android SDK platform tool و SDK tool و Antis 86 emulator accelerator. يعني هذه الملفات ضرورية لكي يفتح لك Android Studio بطريقة سلسة. عليك أن تقوم بتحميلها كاملة حتى يفتح لك بطريقة سلسة. ننقر finish وننتظر يعني تحميل الملفات بطريق ملفات كاملة. عليك أن تنتظر استكمال تحميل كامل الملفات ليتم تثبيت أو فتح لك أندرويد ستوديو بطريقة يعني جيدة وبدون أخطاء. في انتظار تحميل ملفات الـ SDK وتثبيتها ننتظر ثم نعود إليكم.
طيب كما تشاهدون نقرا لفينيش لاكتمال بعد ان تم تحميل كامل ملفات الاس دي كي. يظهر لك مجلد الاندرويد ستوديو بهذا الشكل. ناتي الى كونفيجريشن، ننقر على اس دي كي مانجر. لاحظوا اندرويد ستوديو النسخه 3.5، هذه مجلدات الاس دي كي. لاحظوا هنا تم تثبيت ايميلاتور الخاص او البلاتفورم الخاصه باندرويد 29 كي 29. ناتي الى هنا، هناك العديد من الايميلاتور غير مثبته نقوم بتثبيتها لاحقا. ناتي الى اس دي كي ابديت، كل شيء تمام. نرجع الى هنا، جوجل ويب درايفر واليو اس بي، جوجل بلاي سيرفيس، جوجل بلاي ليسانس ليبراري. نقوم بعمل ابلي، اوكي اكسبت، ثم انستال. finished show. اوكي طيب، هن الاف دي مانجر، الاف دي مانجر وهو المحاكي. انقر على كرييت فيرتيال ليفيس، نختار احد
next. وبتحمل نسخة 28. ثم تنقر نيكست وما شابه ذلك. طيب ننقر ستارت نيو اندرويد ستوديو بروجكت، يظهر لك هذا الشكل، لك العديد من الاشكال. اما اذا اردت ان نضيف سي بلس سكانينج، هناك العديد من القوالب الجاهزه، نختار امبتي اكتيفيتي ثم next، نضع له اسم هنا my app، هذا هو الباكيج نيم، هذا هو الباكيج نيم، تقوم بتغييره الى باكيج نيم الذي يهمك انت. سكي سكي توب، هنا لغة كوتلين أو جافا، نختار جافا ثم ننقر على هنا يعني مينيموم API 15، ثم تنقر على هنا مكان وضع الفلاودر، سوف اتركها يوزر في الديسكتوب، يوزر اندرويد. طيب في الديسكتوب ثم فينيشت. لقد فتحنا أول مشروع لأندرويد ستوديو. طيب كما تشاهد الآن، لماذا يظهر هذا بهذا الشكل؟ طيب سوف نقوم بحل هذه المشاكل، كامل هذه المشاكل سوف نقوم بحلها، لا مشكلة. تأتي إلى فايل، أول شيء عليك أن تقوم بتغييره والبحث عليه. نأتي إلى سيتينج، في سيتينج تذهب إلى SDK Location Android App Data Local SDK Android SDK SDK جيدة، ثم تأتي إلى
build execution development ثم تختار جرادل من هنا تختار اللوكيشن جرادل من هنا نقوم باختيار الجرادل سي بروجرام فايل اندرويد اندرويد ستوديو طيب يتم الآن تحميل جرادل كما تشاهدون داونلود جرادل سيرفيس يتم تحميله لحظات وسوف يظهر لنا الجرادل يتم قراءة ملفات الجرادل